لكن انا اعتقد ان الموقف تجاهه، الموقف الغربي والموقف الامريكي تجاهه اتغير، بالاضافه حضرتك انه المساعدات بهذا السخاء اللي كان بيتم تقديمه لاوكرانيا لم يعد كما كان. النهارده في حضرتك اغلبيه جمهوريه في مجلس النواب، حقيقي هي اغلبيه فرق بينهم وبين الديمقراطيين 7 مقاعد، لكن مجلس النواب لم يوافق. يعني حضرتك إدارة الرئيس بايدن كانت تقدمت بحزمة مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومساعدات من أجل تعزيز الأمن على الحدود الأمريكية المكسيكية بقيمة 105 مليار دولار. 60 مليار دولار منهم كانوا لأوكرانيا. مجلس النواب الأمريكي لم يوافق. فاليوم حضرتك المساعدات الأمريكية لأوكرانيا متوقفة. فكل هذه علاوة بقى حضرتك أن في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا وترامب من أشد المعارضين للأسلوب إدارة الرئيس بايدن اتبعته في إدارة المواجهة أو الحرب في أوكرانيا. طبعا وكما أشرت حك هذا بالإضافة أن الرئيس بوتين عاد حيترشح حضرتك لولاية أخرى في انتخابات مارس 2024. وقيادة بوتين لقيادة بوتين ونمط قيادة بوتين في روسيا لم يتعرض إلى هزة كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن ودول حلف الأطلنطي تراهن. كذلك حضرتك من العقوبات الاقتصادية يعني الشركات اللي انسحبت من روسيا، الشركات الأمريكية والغربية اللي انسحبت من روسيا، روسيا استطاعت حضرتك إن هي تفرض على هذه الشركات عقوبات مالية باهظة، وإنه يحل محلهم شركات روسية استفادت. الشركات الروسية وظفت، العملة الروسية لم تنهار مثل ما كان الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يتوقع. فجملة هذه العوامل وهذه التطورات لا شك ان هي هيكون ليها تاثير على الحرب في اوكرانيا في 2024، لدرجه انه حضرتك الخبراء العسكريين الغربيين او بعض الخبراء العسكريين الغربيين قالوا انه اوكرانيا لن تستطيع ان هي تعد وتخطط وتنفذ هجوم مضاد بالضخامة بالقوات اللي حشدتها في يونيو الماضي إلا بحلول عام 2025.